السلام عليكم حبيباتي، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. جيت نصور لكم اليوم فلوق ديال السفر، فاليوم نشدوا الرحال ان شاء الله، نشدوا الرحال اللي غادي نمشيو لمصر. فغنصور لكم ان شاء الله الفلوق ديال السفر من الاول ديال الاخر. يلا فقنا، لبست الوليدات، لبسنا وجدنا، حطينا شوينطاتنا، درنا كل شيء وصافي. تنتسناو ترونسبور اللي دينا المطار، ومن ثم ان شاء الله المصر. احسن حاجه ان الرحله غير ساعتين ولا ساعتين شي حاجه، المهم رحله قصيره ماشي ديك الرحلات الطوال اللي تيكون فيهم التعب. فالحمد لله كل شيء واجد، سويكاتنا محطوطين. ان شاء الله نبداو الطريق ونكمل معكم التصوير. صافي البنات، حنايا على اهبتي الاستعداد، حنا غادي نخرجوا طفينا الضوا ودرنا كل شيء، غادي نخرجوا الباجاج. الباجاج يا الباجاج، شميشة بعدا. That's good. He needed to hear it because you know Conor Crowder, it was thing, and Nafia Mudo his own thing. I don't think he was like consulting with him on a daily basis about, you know, operation and things like that. The PM got relevant to what he's doing. He was just like, let's have a meeting, let's have a hot wash, but I'm gonna do whatever I wanted to do. Yeah, well, do you know Christmas? هو دابا البنات دخلنا، صافي تبعنا الباسبورات، حنا الديوانة، بعدا دفعنا الباكاج. أصلا عندنا مسافرين بربعة بينا، عندنا 8 شوانط بالخير والبركة. دفعنا غير 7 وكلهم 20 كيلو 19 كيلو، ما كانش عندنا الأوفر ويت الحمد لله. صافي دابا تبعنا الباسبورات ودخلنا أنا والدراري. خالد من جهة تبع الباسبور لقى عنده واحد المشكل في البية، مشى يريقلو، دزنا حنايا دخلنا وحنا جالسين تنتسناو على ما يدخل هو، وعاد نمشيو للكيت ديالنا ديال الطيارة. سلام حبيبي. أو أم خالد. هاي البنات السوق الحرة، هنا لي باغفان كلشي تيكون شوية طايح، ناقصو الطاكس. البنات احنا جينا لقيت ديالنا، نتسناو يرحلوا لنا الباب وركبوا الطائره. يا لا 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 خليليت خلود اكسايتد. خصك دابا تكون تتغني حلوه يا بلدي، ما فرحانش ايه شوية. يجي البنات احنا داخلين الطيارة. شنشون الوجهة القاهرة إن شاء الله. السلام عليكم بنات، صحنا اختي وصلنا. ويلكم تو كايرو، وصلنا المطار. خرجنا الدراري مشاو دخلوا للحمام وعاد مشاو نقراو الباسبورات. عييت واخا ساعتين في الطريق ضختي. سلام لايك يو سبسكرايب. جينا
خلي ذهراب وخلانا بنادم تيوصل لبلاد وتيتبدل. على المناسبة غادي نمشيو للجوازات وعاد نمشيو نجيبو الأمتعة ديالنا. شوف حمود هاهي البنات شدوني صح أنايا في الديوانة تنبسم مع باسبوري الطبع. قالك أختي كاين تشابه أسماء عاد طبعو لي باسبوري تتحققو من التشابه. صافي البنات الحمد لله وصلوا الشنط صافي ها هما وها نحن خارجون. منعت كانوا يشدونا اختي قال لك تشابه اسماء. حمدي ويلكم باك تو ايجيبت. اش نقول لك انت مغربي ولا مصري؟ بجوجهم بجوجهم شويه مغرب شويه مصر. حمدي مسكين قاسم الصبر. بالورد الدراري ناشطين لقاوهم جايبين لهم السقاطات اللي تيبغيو وهما جلسوا. احنا شادين الطريق درنا رحله مدرسيه جا كل شيء مساكن في التعرضون. السلام عليكم حبيباتي نتمنى تكونوا بخير. المهم يلا وصلنا ارتاحينا عتي المهم الطريق واخا تكون قصيره المهم ضروري من العيا. يلا وصلنا راكم عارفين مع العائله والسلام وداكشي. يلا جيت بدلت حويجاتي وغادي نمشيو دابا نتعشاو واحد نجلسو عاود مع العائله نهضروا داكشي شويه ونعسوا ارتاحوا حيت غدا ان شاء الله غتكون الحنه ديال العروسه. تنلهت عييت والله الا عييت. المهم هذا هو النهار ديالي شاركتكم السفر ديالي شاركتكم ملي خرجنا من الرياض حتى وصلنا لمصر. ان شاء الله غدا غنحاول نصور لكم علاش ما قديت شارككم الاجواء نشارككم الاحتفال نشارككم العرس كي تيكون هنايا في المغرب في مصر ونشارككم التقاليد ديالهم. خليكم معايا في الفيديوهات المقبله ان شاء الله ومع السلامه وحاليكم وحبكم في الله.